انا ما بتكلمش خالص على ايه حجم الاذى اللي انت بتعمله في بلدك، مش بتكلم عليه، مش بتكلم في حجم الاذى في التعرض على في التعدي على اراضي زراعيه من اغلى الاراضي. خلاص انتوا تعديتوا، خلاص خلاص انتوا ايه تعديت. اللي تعدت يعني خلاص مش هنتكلم في النقطه دي، لكن انا بتكلم في المسار، في في الثقافه، في السلوك اللي الناس متصوره ان كل من معاه قرشين لما يجي يرتبهم يعمل بيهم ايه، يبني بيهم عماره 10 ادوار ويسيبها. وبقول لكم تاني، انا ما بلفش عشان لما بلف في مصر مش بتفسح، انا بقعد ارصد واتعلم واقول احنا كده ليه، ايه اللي احنا بنعمله ده، الناس سايبه البيوت كده ليه، ما حد سكن ليه، ما لو حد سكن هقول ايه حلت ازمه يعني هقول لا مش هقول حل ازمه، هقول كان في طلب وتلبى، لكن طب ما تلباش، طب انتوا عملتوها ليه، طب مصرين تعملوا برضو كده تاني، يعني نفضل نعمل كده من غير ما يكون في يعني هدف واضح لينا في اللي احنا بنعمله ده. ادي نقطه. النقطه الثانيه، وانا مش عايز اتكلم في دي على الملأ، يعني في اللي ممكن يتعمل هنا، اللي ممكن يتعمل هنا، وده امر يعني هيدرس، وده مش هتكلم فيه مع الدكتور مصطفى. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها اللي قالها الدكتور عاصم، اللي هو قال انا كنا الموازنه بتاعتنا 20 مليار وبقينا دلوقتي، هو قال 145 ولا 147، انا هقول 150، هقول كام؟ 150. 150 مليار. وهفكر الدكتور مصطفى وهو وزير اسكان يا دكتور عاصم بيعرض عليا، صح كده؟ وانا بقول الكلام ده لان انتوا شفتوا نقاش الصبح، وبقول لكم دايما الفقير ملوش غير الايه؟ الافكار. الفقير ملوش غير الايه؟ الافكار. ازاي يعمل فكره يجيب بيها فلوس؟ فساعتها الدكتور مصطفى بقول له انت معاك كام؟ فقال لي رقم، قلت له ايه؟ مش كده؟ زعل قوي. وعمرو الجرح يا دكتور معيد زعل قوي. وعمرو الجرحي كان وزير مش كده ولا انا نسيت؟ والمهندس شريف. قلت له لا لا، المسار ده ما يمشيش تاني، انت تعمل واحد ولا ايه يا دكتور مصطفى؟ حصل. تعمل واحد اتنين تلاته اربعه. يا فندم قلت له اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. فهيزعل بقى رئيس الوزراء ساعتها المهندس شريف وعمرو الجرحي.